अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू। आप देख रहे हैं डिश डीटीएच न्यूज़। हमें कितनी मेहनत पड़ती है एक वीडियो बनाने में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फिर लाइक तो कर दिया करें भाई। चलिए शुरू करते हैं। هما جابوا الدرجة النهائية بنبقى مبسوطين جدا. من القطاع اللي في الشمال. There's gonna be a lot of big tornadoes today. محمد الصباغ انتقل الى نابلس والاسير المحرر محمد دقيق. التعاون الدولي لمواجهة تلك الجرائم. لكن هنا التحمل بتبقى من ذلك فقالوا أرن كوكب راجل الأولين زواته وتملي معي هذه الحلقة إلا لتقدم لحضراتكم على طيب المشاهدة فأنتم الوحيد Brother is not of sound mind at this time. Have you thought what you will call it? انت عن جد بتعرف تطبخ؟ لا جاهزون؟ أجل في معسكر بنجي اليوم على ناتشيو كيد أبو ظبي. يعني أمريكية بهذا المعنى، وإنما هناك ضغوط دولية كثيرة.
über eine längere Zeit interessant sind. هدف بإرادة، حماس بجهد. A similar case is currently being debated in the U.S. زواجها تنتهي، تنتهي يوماً، وتطارد سراباً. ما عاد رح تروحي لأي مكان، بدي كفي عملياً وياكي. لآخر الحب، لآخر الحب. سيختلف الوضع. أزرق أصفر ما وقتيا، يعني الطفل ممكن يتضايق لغاية ثلاث سنين، بس ما أقدرش إن أنا أقول للطفل بعد ثلاث سنين هتروح مدينة القدس الذي يطل على من المسجد. اضربوني استموني لك. عملنا إيه السنة دي؟ يا ريت إحنا قلنا هنعمل كذا وكذا وكذا. سجل لأبي كل الاحترام والتقدير، وأنا في كل صلاة بدعيه. لسه التعادل السلبي قائم. طلع الجيش والزمالك هنا في استاد الجيش بالسويس. يحب إن هو يتم جلده. أنا متأسفة يا أستاذ. نو. على كل اللي أقوله. 118. ممكن تتفهم وضعية هيلتون انه يرغب في التسجيل في المباراة، ممكن يسجل فيها لانه جالس. هذا كان المشكلة، أنه هاي الأزمة قلبت عليهم بشكل جوهري، ووجود قطر الآن في يعني خارج نطاق تحالفاتهم وفي بيعطلوا عشان يلولوا.